مفيش اجمل من كده مكان. على فكرة ده البحر الاحمر، بس الموج النهاردة هادي جدا، حتى الصخور مبينة ومفيش مية كتير يعني. مكان هادي جدا، اعتقد مفيش حد في المكان ده. ده المطلوب اثباته يعني، اجمل مكان واجمل جو اجمل وقت. يعني اللي عاوز يسرح، ولا اللي عاوز يكتب قصة، ولا اللي عاوز يقعد مع حاله كده، يجي في المكان ده. بتاع المية والموجة شكل ايه اللي ياخد العقل. كمية جمال غير طبيعية.